إذن السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة. أزف اللون أزف اللام للشعب الجزائري العظيم والشعب المغربي الشقيق، إذا وجميع سكان شمال إفريقيا. إذا نحن لماذا نطالب بحقوقنا من الجنرالات؟ أنا أقصد عمال عقود ما قبل التشغيل. هو إحنا نعرفوا باللي إحنا مثلا رانا نسالوا الدراهم من 2019 فرضا، دروك هما كش راهم يديروا الدراهم؟ حنا نعرفوا باللي العملة في الجزائر دائما تنخفض، لأنه دائما عندنا نقص في المردودية والاقتصاد واعتماد على المحروقات، وعندنا جنرالات النهب يعني الاستيراد من الشينوا للصين والبيع للمواطن البسيط أو القهوي. حنا هنا مثلا الا كنت نسالك 70 مليون في 2019 واليوم راني في 2020، القيمه تاع 70 مليون غادي تولي شحال؟ غادي تولي 20 مليون. يعني عطيني حقي في الوقت ديالو، ماشي حتى يفوت ومن بعد تمدهولي، يمدهولك 20 مليون يمدها لك على ثلاث خطرات، يمد لك 5 ملايين في 5 ملايين في 5 ملايين. يعني عمرك لا رفعت راسك، عمرك لا عشت بكرامه، وعمرك لا حققت شي هدف، عمرك لا سافرت، العمر لا تزوج، وعمر لا تشري سياره، وعمر لا تشري بيت، وعمر لا تلبس غايه، وعمر لا تحوس غايه. لذلك لازم نتفطنوا لمثل هاد الامور، ما خليوش جنرالات البنان والكرطابات والسليبات وكل شيء والالبسه يلعبونا بحقوقنا ويلعبونا. لذلك انا نطالبهم باش يسرعوا ويوفيونا بالاموال تاعنا، ويفوتونا المناصب تاعنا، ولما يفوتوناش يزيدونا في الخلصة اللي خطر انا خدمين شحال من عام. السلام عليكم، ازل تنمت لن نزل. تحية شعب شمال افريقيا الفرشيطي امازيغي العظيم، السلام عليكم.